السلام عليكم الاخوان. ما غنكررش داكشي اللي قالوا الاخوان ديالي، جزاكم الله خيرا. فقط شكرا تنسيقيه الخميسات، تنسيقيه تيفل، تنسيقيه قنيطره، تنسيقيه الرباط اللي برمجتوا هاد الوقفه. راه الوقفه اللي تبرمجات غير برمجات هاد سميتها الوقفه للجميع. راه هاد الوقفه كتهم الشارحه من طنجه للكويره من سويره لوجده، الضمائر الحيه، الناس اللي كتامن بالشارع، الناس اللي كتامن بالشارع باش تدخل الشارع. الناس جزاهم الله خيرا. وانا اليوم راه مشيت، انا راه والله العظيم انا نسيت، راه ما حتى واحد ما عرضني، عرضني الشارع، عيطيلي عيطلي عبيطه، ما عيطلي حتى واحد. سمعت الوقفه غادي تكون، لبيت النداء، جيت كنطالب بالحقوق ديالي في وسط الاخوان ديالي. ما يجمعني مع هاد الناس كيجمعني صداقه، وكيجمعني مطالبه الحقوق ديالي فقط. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل لبعض الاخوان. الله يهديكم، الله يجازيكم بخير. حاولوا ما امكن، الا ما كتامنوش بهاد المجموعه، ربما بغيتوا تفشلوا النضال. راه كاينه 350000، راه عندنا حنا غير 120 هنا، ما كايناش. نقلبوا راه كاينه 299000 مازال في الشارع وفي القرى وفي المساجد. جمعوا واحد 20000 وخرجوا الشارع، حنا غنخرجوا معاكم، حنا ما غنتاخذوكمش. اللي كيخرج الشارع كيطالب الحقوق، راه ما كيطالبش الحقوق ديالي انا والجوطه، كيطالب الحقوق للجميع. لكن باش تبقاو في البوات الواتسابيه، وهاد الهضره اللي دائما ما كتعرفش الناس في البوات الواتسابيه الا الناس اللي باغيين الحقوق، هادشي كيعرفوا الاخوان، وهذه حقيقه مره. الله يجازيكم بخير. حتى اللي دار شي حاجه يجمع الناس يخرج للشارع. اليوم خرجت الخميسات برمجيه تاسيا او لا طنجه وقفه، والله الا مستعدين للنداء ونجيو ونوقفوا ونوقفوا للجميع. راه ما كنوقفوش السميت باش ما نطولش. واحد القضيه الاخوان هنا اخوات الاراميل، انا اقسم لكم بالله انا ارمله ونحي، ما تقلقوش، راه غير ما كيرضوش يقولوها. والله الا حنا اراميل وحنا حيين، ما شديش فراس، انا ارمله ونحي. انا كنشد 44000 ريال كنقسمها انا والمراه، كتبقى لي 22. انا ارمله وانا حي، هذه حقيقه. وانا كاريب 34000 ريال وكنشد 44، كنخري الدراري. واش بغيتوني نمشي نبيع الحشيشه المسعولين؟ ما قادرينش عليه. باش تجي تحاسبني على الوطنيه ديالي ما تقدرش. ولكن هذه حقيقه اللي وصلتونا لهذا الشيء. واقول الاخوان غادي نختلف شويه معاكم، وهذا الشيء كيتحمل مسؤوليته انا. كنتحمس اولجي، انا كنختلف بعض الاخوان اللي كيقولوا الرساله وصلات. الاخوان الرساله راه وصلات. شنو المشكل؟ ان كاين شي ناس اللي اقولها واتحمل ما اقول، والله ما عندك لا روح الوطني ولا حتى حاجه باش تشوفني دابا. انا كنشد 2200 درهم وجاي خاسر 500 درهم باش نطالب الحقوق ديالي، وتابعيني ولادي، وماشي كندافع على نفسي. هادشي راه كنعيشو كاملين. ونجي انا من كنت كنحمل السلاح قدام الملتزقات البوليزاريو ومالي وليبيا في سن الشباب ديالي، واحد وعشت بالعدس واللوبيا، وراه المعدة تحفات المسؤولين، وراه ما بقيناش كنتحملوا العدس واللوبيا، وحتى المعدة راه ما بقاش كتحمل عيشتنا. والله الا حررنا لكم الوطن بزيرو درهم، وهادشي كاعرفوا، اقسم بالله العظيم. ولكن الدولة ديالنا كتمتع بخيرات، الدولة راه كيتعطى بها المثال. وبكام قالوا الاخوان ان دابا الحكم الذاتي، انا والله العظيم انا لا اعترف بفرنسا ولا اسرائيل ولا ليبيا ولا اي واحد في العالم. انا كنعترف انني انا وهاد الناس ورجال هادو اللي مشيت هنا حررنا الصحراء بدمائنا. انا لا انا ما محتاجش لاعتراف فرنسا ولا، انا معترف انني الا بغاني حتى دابا الا بغانا جلاله الملك غنمشيو نحرروا حتى الصحراء الشرقيه، ماشي غير الصحراء الغربيه المغرب. اللي دابا فيها تقريبا 40 قنصليه والخيرات والحوت، واش دخلت عليكم بالله؟ انا حررت هاد الناس 2500 كيلومتر وما كنقدرش نشري السردين. والله الا كنحشم حتى السردين اللي بغيت ناخذو، كانت استحياء انني كنت محارب. وتجي لواحد كيبيع الحوت تقول له اعطيني رابعه. اليس فيكم رجل صالح ايها المسؤولين؟ راه شتي وين الرساله ديالنا؟ راه سبع العالم اللي كيقول الرساله ديالنا ما وصلتش، ما كتقبلهاش. الرساله ديالنا وصلت في الفيسبوك، وصلت في الوقفات، وهما كيقلبوا ماشي سميتو باش ما نطولش. ونرجع لواحد النقطه باش ما نطولش على الاخوان، لتذكير بعض الاخوان، غادي نمشي للحوار اللي دارت المؤسسه والجمعيه.
الناس اللي مأمنين بالشارع ولا كيعرفوا الحقيقه بحال انا ما يضحكوش عليه، ما غيضحكش عليا الحسيني وما يضحكش عليا الضباط ديال المؤسسه، لان فقدوا الشيء لا يعطي. باش تجي تسلع بغيتي تشتت الحراك، راه الحراك غادي كيبقى مع السي عبد الله والاخوان، والله ولو نبقاو بعشرات الناس يا الشارع ما نخرجوش حتى توصل الحقوق ديالنا، نهار تعطيونا الحقوق ديالنا غنخرجوا للشارع. وجا الحوار بمعنى كيقولوا نشاطة ما نشاطة، وهذه وحنا انا من الناس ربما واخا كيقولوا الاخوان 2018 راه حنا خرجنا في 2008 الاخوان، خرجنا بالجمعيه. ونهار مشيت انا للجمعيه مشيت باش الاصلاح ما الجمعيه وسميتو، طلعت الوقفه شطبوا عليا، انا الجمعيه محتاجاني ماشي انا محتاج الجمعيه، انا الا كنت في الجمعيه غنعطي من عندي غنجاوب، ما محتاج باش ناخذ الفوتات كما كيدير وسميتو. بهذه شهاده بالكاتب العام ديالكم الخميسات والاودي ديالهم تداول يتهم الفروع بالفساد. حنا مشينا باش نديروا الجمعيه والتنسيقيه، لكن يا للاسف طلعت كان غوت الحقوق يساعدني المؤسسه، يساعدني الحسيني، انا وطني الى النخاع. ما تقدرش، انا جيت كنطالب الحقوق، ما كنسب في الدوله ديالي، كنسب في ملكي خط احمر، انا راه غير كنطالب الحقوق، علاش ما تساعدنيش تشطب عليا نيتون؟ العرقاله ولو ماشي المؤسسه، الناس اللي خدامين في المؤسسه هما اكبر مشكل، هما المؤسسه دارها المرحوم حسن الثاني باش تخدم الشارحه، ولكن كيخدموا جيوبهم. وكنقول لهم والله عيب عليكم ايها الضباط اللي ربما كاين اللي كيشد الدار 14 140 ألف درهم، 14 مليون، وواحد كيشد 1500 درهم وتخرج بالكات كات وتلقى واحد يقول له اش كيدير هذاك؟ هذاك متقاعد كيسبي عطيتي، والله ما عندك علاش تحشم، والله ما عندك علاش تحشم.